أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله. بعدما قمنا بالتعرف على خاصية الجمع، الآن سنقوم بإنجاز مجموعة من التمارين حتى نتعرف على مدى تمكنكم من هذه الخاصية. فلننتقل إلى التمارين مباشرة. أفكر وأنجز، أكتب العمليات عموديا وأنجزها. لدينا 4 عمليات مكتوبة بشكل أفقي، يجب علي أن أكتبها بشكل عمودي ثم أنجزها. نبدأ بالعملية الأولى، 60 زائد 121، 121. قلنا دائما يجب أن تكون الوحدات تحت الوحدات، والعشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات. إذا 0 زائد 1 تساوي 1. 6 زائد 2 تساوي 8. لا شيء زائد 1 يساوي 1. إذن المجموع 181. العملية الثانية، 45 زائد 153، 153. دائما الوحدات تحت الوحدات، والعشرات تحت العشرات، والمئات. 5 زائد 3 تساوي 8. 4 زائد 5 تساوي كم؟ 9. لا شيء زائد 1 يساوي 1. إذا 45 زائد 153 تساوي 198. العملية الثالثة، 41 زائد 106. 1 زائد 6 تساوي 7. 4 زائد 0 تساوي 4. لا شيء زائد 1 يساوي 1. العملية الرابعة والأخيرة، 22 زائد 176، 176. 2 زائد 6 تساوي 8. 2 زائد 7 تساوي 9. لا شيء زائد 1 يساوي 1. هكذا نكون قد انتهينا من التمرين الأول. لننتقل إلى السؤال الثاني. أنجز العمليات التالية. لنبدأ، 105 زائد 53، 5 زائد 3 كم؟ 8. 0 زائد 5، 5. 1 زائد لا شيء، 1. 158. العملية الثانية، 110 زائد 70، 0 زائد 0، 0. 1 زائد 7، 8. 1 زائد لا شيء، 1. هي 180. العملية الثالثة، 183 زائد 16، 3 زائد 6، 9. 8 زائد 1، 9 أيضا. 1 زائد لا شيء، 1. إذن هي 199. السؤال الموالي، عد أحمد خشيباته فوجد 152 خشيبة. وجد 152 خشيبة حمراء و37 خشيبة زرقاء.
37 زرقاء. أقارن بين العددين، يعني ما هو العدد الأكبر؟ هل 152 أو 37؟ بطبيعة الحال 152، لأن هذا العدد يتكون من 3 أرقام، وهذا فقط من رقمين. السؤال الثاني، أكتب مجموع كل الخشيبات. 152 زائد 37، لكي أحصل على المجموع يجب أن أقوم بجمع الخشيبات كلها. حاولوا أن تنجزوا العملية. إذا أنجزتموها ستجدون المجموع يساوي 189، لأن نبدأ بالوحدات مع الوحدات. 2 زائد 7 9، 10 مع 10 5 زائد 3 8، والمئات لدينا فقط 1، تبقى 1. السؤال الموالي، أبحث وأكتشف. بقسمنا خزانتان. بالخزانة الأولى 264 كتابا، وبالخزانة الثانية 127 كتابا. أبحث عن عدد الكتب بالخزانتين. ما هي العملية التي يجب أن أقوم بها؟ الخزانة الأولى بها 264 كتابا، يجب أن أضيف عليها ما يوجد بالخزانة الثانية، يعني 127 زائد 127. كم تساوي؟ نبدأ بالوحدات مع الوحدات. 4 زائد 7 11. إذن أكتب الواحد وأحتفظ بالواحد. 6 زائد 2 8، والواحد الذي احتفظت به 9. 2 زائد 1 3. إذن مجموع الكتب بالخزانتين هو 391 كتابا. السؤال الموالي، حمل مربي دجاج إلى السوق صندوقين من البيض. الأول به 355، أكتبها. الصندوق الأول به 355 بيضة، والثاني به 115. الصندوق الثاني فيه 115 بيضة. ما هو عدد البيض في الصندوقين؟ إذن أقوم بجمع الأعداد. 5 زائد 5 كم؟ 10. أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد. 5 زائد 1 6، والواحد الذي احتفظت به 7. 3 زائد 1 4. إذن مجموع البيض 470 بيضة. اشترى مدير مدرسة 125 كرسيا، اشترى 125 كرسيا أحمرا، و96 كرسيا أخضرا. 96 كرسيا أخضرا، و56 كرسيا أزرقا، و56 كرسيا أزرق. ما هو مجموع ما اشتراه المدير؟ 5 زائد 6 زائد 6. الآن لدي العملية تتكون من 3 أعداد. 5 زائد 6 11، زائد 6 17. أكتب 7 وأحتفظ بالواحد. 2 زائد 9 11، و11 زائد 5 16، والواحد الذي احتفظت به 17. أكتب 7 وأحتفظ بالواحد. 1 زائد 1 2. إذن المجموع 277. يبين الجدول التالي إنتاج مصنع بسكويت في 3 أيام. أتأمل الجدول وأكتب المجاميع. في اليوم الأول
قام المعمل بصنع 155 علبة من البسكويت العادي، 83 علبة من بسكويت الحليب، و214 علبة من بسكويت الشوكولاتة. ما هو المجموع؟ 5 زائد 3 8 زائد 4 12. أكتب الاثنان وأحتفظ بالواحد. 5 زائد 8 13 زائد 1 14، والواحد الذي احتفظت به 15. أكتب الخمسة وأحتفظ بالواحد. 1 زائد 1 الذي احتفظت به 2، والاثنان 4. المجموع 452. في اليوم الثاني 5 زائد 6 11 زائد 1 12. أكتب الاثنان وأحتفظ بالواحد. 9 زائد 1 10 زائد 7 17 زائد 6 23. أكتب الثلاثة وأحتفظ بالاثنان. ليس لدي مئات، إذا أكتب الاثنان مباشرة. 232 علبة. في اليوم الثالث 3 زائد 8 11 زائد 5 16. أكتب الستة وأحتفظ بالواحد. 1 زائد 3 4 زائد 2 6، والواحد الذي احتفظت به 7. المئات 2 زائد 1 3 زائد 1 4. المجموع 476. الآن ما هو عدد العلب التي أنتجها المصنع في الأيام الثلاثة؟ يجب أن أقوم بجمع هذه الأعداد. 452 زائد 232 زائد 476. أبدأ بالوحدات. 2 زائد 2 زائد 6 2 زائد 2 4 زائد 6 10. أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد. 5 زائد 3 8 زائد 7 15، والواحد الذي احتفظت به 16. أكتب الستة وأحتفظ بالواحد. 4 زائد 2 6 زائد 7 زائد 4 10، والواحد الذي احتفظت به 11. إذا مجموع علب البسكويت التي قام المصنع بإنتاجها هو 1160. أفكر وأنجز. الآن سنبحث عن الأعداد الناقصة لهذه العمليات. لدينا النتيجة أو الخارج، ويجب علي أن أملأ الفراغ. مثلا هنا 3، ما هو العدد الذي أضفته؟ إذا أضفت عليه 5 يصبح 3. لا يمكن، إذا هذه ليست 3 بل 13. هنا 3 واحتفظنا بالواحد. ما هو العدد الذي إذا أضفته على 5 يصبح 13؟ هو 8. إذا 8 زائد 5 13. أكتب الثلاثة وأحتفظ بالواحد. 3 والواحد الذي احتفظت به 4، كم ينقصني لأحصل على 5؟ 1. 2 كم يجب أن أضيف عليها لأحصل على 4؟ 2. 5 كي أحصل على 9 يجب أن أضيف 4 كي أحصل على 1، ولدي هنا 3، إذن هذه 11 ليست 1. كتبنا الواحد واحتفظنا بالواحد. هو العدد 8، لأن 8 زائد 3 تساوي 11. أكتب الواحد وأحتفظ بالواحد. 1 والواحد 2، كم تنقصني لأحصل على 4؟ 2. هنا 3 وهنا 7، يعني هذه 13. 7 كم أضيف عليها لأحصل على 13؟ 6. أكتب الثلاثة وأحتفظ بالواحد. 7 والواحد 8، كم ينقصني؟ ينقصني 1 لأحصل على 9. هنا لدي 3، كم أضفت على 2 لأحصل على 3؟ 1. 2 وهنا 1. دائما عندما يكون هذا العدد أصغر، إذا فهو مكون من رقمين، يعني 11. 2 زائد 9 هي التي تعطينا 11. أكتب الواحد وأحتفظ بالواحد. هنا لدي 0، لأن 0 زائد 1 1 زائد 5 6. 3 كم أضيف عليها لأحصل على 4؟
واحد وهكذا. هذه العمليات سأتركها لكم لكي تقومون بإنجازها لوحدكم مطبقين القواعد التي رأيناها والخطوات التي اتبعناها. إذن لديكم 8 عمليات هنا وعمليات أخرى مكتوبة أفقيا، ستحولونها عموديا ثم تنجزونها مكونة من 3 أعداد. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع. أتمنى لكم التوفيق، إلى أن نلتقي مع درس آخر. السلام عليكم ورحمة الله.